سلطات الاحتلال تواصل منع مشاريع الترميم والصيانة في المسجد الأقصى ومحيطه. منذ 56 يوماً الأسيرات يواصلن رفض الخروج للفورة، ومصلحة السجون تهددهن بالحرمان من السيارات. النشرة التاسعة أيضاً، فنانة من غزة تستعين بأشعة الشمس وألوان الطبيعة في رسوماتها. أهلا بكم إلى تفاصيل نشرتنا الإخبارية، حيث استقبل السيد الرئيس مع حمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله مبعوث صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي. وسلم بن علوي سيادته رسالة من أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد تتعلق بزيارة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى سلطنة عمان. ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سفير فلسطين لدى سلطنة عمان سعادة السفير تيسير جردات. مساء الخير، أهلا بك معنا في نشرة التاسعة. كيف تنظرون إلى هذه الزيارة لمبعوث السلطان قابوس؟ يعني مساء الخير، أولا تأتي هذه الزيارة لوضع القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس في صورة التطورات التي تبعت زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى سلطنة عمان ولقائه بجلالة السلطان قابوس بن سعيد. من المعروف تماما أن كانت هناك قبلها زيارة هامة للسيد الرئيس محمود عباس، وتم خلالها مقابلة جلالة السلطان والذي استمع إلى آخر تطورات القضية الفلسطينية والخطوات الأمريكية تجاه القدس، وأيضا استمع إلى ما تمر به عملية سلام من جمود منذ فترة طويلة والتعنت الإسرائيلي الذي أنهى كل شيء تقريبا في عملية السلام. واستمعت سيادته خلال هذه الزيارة أيضا كما هو معروف لبعض الأفكار وللموقف العماني الذي عبر عن دعمه ومساندته بالقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وكانت هناك بعض الأفكار من الجانب العماني، وبالتالي جاءت زيارة نتنياهو وتأتي هذه الزيارة زيارة الوزير لتوضيح ما تم في هذه الزيارة زيارة نتنياهو إلى السلطنة، مع تأكيد السلطنة دائما على أنها مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأنها تقف إلى جانب نضاله وحقوقه. سعادة السفير، إن سمحت لي، بخصوص العلاقات الثنائية بين عمان ودولة فلسطين. طبعا العلاقات الثنائية تم تأكيدها من خلال هذه الزيارة هي علاقات قوية ومتينة، ولعمان أيضا دور مهم في دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وهي تؤكد بالتالي موقفها الداعم للتحرك الفلسطيني في كل الاتجاهات، وهي أيضا تؤكد أن لا تغيير في الموقف العماني بالرغم من زيارة نتنياهو إلى السلطنة، ولكن السلطنة لديها رؤية تحاول أن تخلق بيئة ملائمة لعملية سلام جديدة وإعادة إحياء عملية السلام دون التنازل عن أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني، وبالتالي هم يعرفون جيدا الموقف الفلسطيني الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس أثناء زيارته وموقفه العام تجاه ما يطرح من في المنطقة من حلول سياسية وغيرها وإثر الخطوات الأمريكية الأخيرة. الموقف الفلسطيني واضح جدا، اوضحه السيد الرئيس للجلالة السلطان وللمسؤولين العمانيين. شكرا لسعادة سفير فلسطين لدى سلطنة عمان سعادة السفير تيسير جردات على وجودك معنا في نشرة التاسعة. أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سابع عراقات أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
يواصلان محاولة تدمير حل الدولتين واستبداله من خلال فرض الحقائق على الأرض في سياسة ممنهجة لمخالفة القانون الدولي. أما في هذا الإطار شدد عريقات ولدى استقباله عددا من الدبلوماسيين الأوروبيين أن جميع ما يقوم به ترامب ونتنياهو لن يخلق حقا ولن ينشئ التزاما، وأن السلام لن يتحقق بسلب واغتصاب حقوق شعبنا. أشار عريقات إلى أن تصريحات نتنياهو حول التطبيع مع الدول العربية قبل إنهاء الاحتلال مجرد هلوسة لن تكون قابلة للتنفيذ. وجهت حكومة الوفاق الوطني تحية إلى أهلنا وأبناء شعبنا الصامدين في مدينة القدس المحتلة على إحباط مخطط الاحتلال الأخير المتمثل في محاولة إشراكهم في انتخابات بلدية الاحتلال. المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود قال إن أهلنا في القدس جددوا التأكيد على عروبة المدينة وهزيمة الاحتلال وأعوانه أمام قدرات شعبنا العظيم. هدمت قوات الاحتلال غرفتين سكنيتين قيد الإنشاء في خلة الفرن جنوب الخليل. أفاد مراسلنا أن الغرفتين تعود ملكيتهما للمواطن ماجد برقان وأن قوات الاحتلال قامت بهدمهما، والحجة المعتادة هي البناء دون ترخيص. اليوم اجوا جابونا بدون ما يعطوني انذار وبدون ما يعطوني اي شيء، هدموا لي المبنى اللي انا بسوي فيه هذا في قلب المنطقه هذه خله الفرن، فهمت، تابع على الخليل ومسجله في الماليه في الخليل، ودائما المستوطنين على المفرع عندنا تحته، لما بدنا نلقط الزيتون بيعجبوا علينا وشغلات زي هذه والى اخره، يعني اشياء كثيره بيسووا معنا يعني، وبيضايقوا علينا وتفتيش دائما. حملت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الاحتلال مسؤولية وتبعات استمرار منعها وعرقلة عملها في تنفيذ مشاريع الترميم والصيانة في المسجد الأقصى ومحيطه. هذا الأمر ينذر بحدوث انهيارات إثر استمرار الحفريات وحدوث تشققات في سور المسجد وجدرانه التاريخية. تقويض الاحتلال الممنهج لعمل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المسؤولة عن الصيانة والترميم أحدث ضرراً متمثلاً بتشققات وحفريات في حجارة ومداميك الجدار الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، ما ينذر باحتمالية حدوث انهيارات، الأمر الذي حملت الأوقاف سلطات الاحتلال مسؤوليته في بيان أصدرته بهذا الخصوص. هناك العديد من المشاريع معطلة، هناك عديد أمور من المسجد الأقصى تحتاج إلى إعادة إعمار وترميم وعمل، ولكن سلطات الاحتلال تقوم بالتدخل في جميع الأمور. هذا هو لمحاولة لسلطات الاحتلال لفرض واقع وسيطرة، محاولة فرض السيطرة داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، ولكن نحن إدارة الأوقاف من مديرها وموظفينها وبيانات التي صدرت لا شأن للاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى ولا بإعماره ولا بأي شيء. منع تنفيذ مشاريع الإعمار والاعتقالات التي ينفذها الاحتلال في الأقصى بحق كل من له صلة بلجان الإعمار والترميم تعكس التدخل السافر والتعدي على مسؤوليات الأوقاف الإسلامية، ولكن حتى مبادرات المواطنين المقدسيين الشخصية في رعاية وتنظيف المقابر الإسلامية المحيطة بالأقصى كانت تمنع ويلاحق أصحابها. سلطات الاحتلال ما بدهاش أي عمل في هذه المقبرة حتى التنظيف، يعني عمالهم بيعتقلونا إذا يعني قمنا في مبادرة لتنظيف هذه المقبرة، فما بدهمش أي عمل أي نشاط في هذه المقبرة للحفاظ عليها، يعني هم بيخططوا لتهويد هذا المكان ولا مصادرة هذه التربة لصالح المشروع الاستيطاني. هذا ويلاحظ ارتفاع بوتيرة أعمال الحفريات في السنوات الأخيرة رغم تحذيرات المنظمات الدولية ذات الصلة كاليونسكو التي أكدت أن الأقصى تراث إسلامي خالص وإجراءات الاحتلال بحقه باطلة. مضي الاحتلال بسياسته لتهويد القدس وتشويه وجهها مس بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة وسط عدم اكتراث الاحتلال ومراكمة فاتورة جرائمه بعرف القوانين والقرارات الدولية. من باب الأصباط، كريستين ريناوي، تلفزيون فلسطين، العاصمة المحتلة.
متابعه لهذا الموضوع ينضم الينا مباشره المختص في شؤون القدس فخري ابو دياب. سيد فخري مرحبا بك الى نشره التاسعه. اذا كيف تفسر منع قوات الاحتلال لاي ترميم في المسجد الاقصى المبارك في الوقت الذي تواصل فيه اعمال تتواصل فيه اعمال الحفريات الاسرائيليه في تلك المنطقه؟ نعم، يعني سلطات الاحتلال تريد أن تهود القدس، ولذلك هي تعمل تحت الأرض وتحديدا تحت باحات المسجد الأقصى ومحيط المسجد الأقصى، حفريات، سحب الأتربة والصخور، لكي يعني تبقى هذه الأسوار وهذه المعالم الهامة معلقة بالهواء، وأيضا فوق الأرض تترك عوامل الطبيعة وتعري، طبعا هي لا تستطيع هدم الأسوار وهدم هذه المعالم، ولكنها تترك للزمن ومن ثم عوامل التعرية لتقوم بهذا العمل. وإذا يعني أخذنا بالحسبان أن تحت هذه الأسوار أصبح فارغ نتيجة يعني معلق بالهواء نتيجة سحب كل ما هو أسفل هذه المعالم والسور، ولذلك الاحتلال هو يخطط للانقضاض على المسجد الأقصى لهدم سور البلد القديمة الذي يدلل دلالة واضحة على هويتها العربية والإسلامية. ولذلك الاحتلال تحت الأرض لأن العيون لا تستطيع الوصول، وهو يمنع اليونسكو ويمنع المختصين والمهينين وكل المؤسسات من معرفة ما يحصل، يترك فوق الأرض لعوامل الطبيعة بمساعدة ما يقوم به تحت الأرض. طيب. الاحتلال طبعا سيد أبو دياب يمنع. سيد أبو دياب، هذا يعني بأن سلطات الاحتلال تضع المسجد الأقصى المبارك وكل مرافقه وأسواره في مهب خطر التهدم ومزيد من التشققات، بمعنى أو بآخر بأنه في أي لحظة قد تقع الكارثة، ما ينذر بتفجر الأوضاع على الأرض. نعم، يعني الفكرة الصهيونية، سنام الفكرة الصهيونية هو هدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم، وهذا ما يعني دعت له دولة الاحتلال حتى قبل قيامها وكل ساسات الاحتلال وكل ما تقوم به. للعلم، مؤسسة الاحتلالية تسخر كل إمكانيات دولة الاحتلال لهذا الأمر ولهذا الغرض، لأنها لا يعني مهما قامت بأعمال تهويد وحفريات، من ينظر إلى القدس يرى المسجد الأقصى، يرى الكنائس، يرى سور البلد القديمة، يعي تماما أن هذه مدينة عربية. ولذلك الاحتلال يعمل على تهويدها وتغيير هذا الطابع يعني ليجهزها لأن تكون مدينة يهودية. وللعلم، هذه الأسوار التي ربما تنهار الاحتلال حتى يعني في المستقبل قد يلزم نفسه بتغيير هذه الحجارة ليضع بصمات يهودية وحضارة مزورة لطبعا خربطة التاريخ والأوراق التاريخية في هذه المنطقة. نعم. لذلك يعني المسجد الأقصى والبلد القديم في عين العاصفة، والاحتلال يعمل ليلا نهارا على تقويض هذا المعلم الهام الذي فعلا يدلل على هويتها الحقيقية. شكرا جزيلا للمختص في شؤون القدس سيد فخري أبو دياب. يواصل مئات المواطنين والمتضامنين الأجانب اعتصامهم المفتوح للتصدي لهدم قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. وتأتي هذه الفعاليات التضامنية والمساندة لأهالي قرية الخان الأحمر لإفشال مخططات الاحتلال لهدمها وترحيل قاطنيها. أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير رأفت زهران عياش من قرية رفات غرب سلفيت بعد قضائه 14 عاما في سجون الاحتلال. وعنق عياش الحرية بعد حرمانه من لقاء ذويه الذين منعهم الاحتلال من زيارته طيلة هذه السنوات. نحمد الله الذي من علينا بالحرية وعدنا إلى الديار، والوالد والوالدة ما زالوا على قيد الحياة يتمتعون بالصحة والعافية، ونتمنى من العلي القدير أن يفرج عن جميع الأسر الأبطار والأسارات الماجدات، ونلتقي هنا بالقريب إن شاء الله. الله يفرح قلب جميع أمات السجنة، ربي من فوق يفرج على جميع السجنة والسجنات بجاه رب العالمين، مثل ربي ما فرحني يفرحهم، ما يحرمهم من أمياتهم وموبتهم. الله يحييك أبو مازن وخليك وطولنا بعمرك وينصرك على الإعداء اليهود الظالمين. إلى ذلك، تواصل إدارة مصلحة سجون الاحتلال تجديد الخناق على الأسيرات في سجن أشرون بتفاصيل حياتهن اليومية. وتهدد مصلحة السجون الأسيرات بالعزل والحرمان من الزيارات انتقاما لمواصلتهن الامتناع عن الخروج لساحة السجن منذ
56 يوما على التوالي. المزيد مع أسيد صباح. كسر كل مواثيق القانون الدولي باتت نهجا لدى سلطات الاحتلال، فها هي إدارة مصلحة السجون تواصل تجديد الخناق على الإسيرات في سجن هاشارون بكافة تفاصيل حياتهن اليومية. هيئة شؤون الأسرى والمحررين قالت إن هذه التضييقات والتهديدات بالعزل والنقل والحرمان من الزيارات تأتي انتقاما من مواصلة الأسيرات الامتناع عن الخروج لساحة السجن الفورة منذ 56 يوما على التوالي، رفضا لإعادة تشغيل كاميرات المراقبة في ساحة المعتقل. هذا ويعانين الأسيرات في سجن هاشارون من سوء الأوضاع الحياتية ومن تفاقم الحالة الصحية لعدد منهن، فإلى جانب سياسة الإهمال الصحي يقبعن الأسيرات في ظروف صعبة وسط انتشار الروائح الكريهة والرطوبة العالية داخل أقسام السجن. وتتواصل الدعوات بضرورة تنظيم حراك شعبي مناصر وداعم للأسيرات في كل محافظات الوطن، وإلى تدخل المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية كافة من أجل الضغط على سلطات الاحتلال لوقف سلسلة الانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال. أسيد صبيح، تلفزيون فلسطين. يستمر التحريض بشكل يومي عبر الإعلام الإسرائيلي ضد شعبنا وقيادته وكل من يناصره. وقد تركز هذا التحريض في الفترة الأخيرة ضد المؤسسات المناهضة لسياسة الاحتلال ومنها بتسالم والحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل. في رصد للتحريض عبر الإعلام الإسرائيلي وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي لشخصية سياسية إسرائيلية ضد شعبنا وقيادته، نشرت صحيفة إسرائيل اليوم لقاء مع باحثة في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية عنات روت، تحدثت فيه عن علاقة إسرائيل برئيس الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرة ذلك فرصة لفرض سيطرة الاحتلال على الضفة بضوء أخضر أمريكي، ومدعية أن هذا جزء من الحق اليهودي بما تسمى إسرائيل الكبرى. وعبر موقع القناة الإسرائيلية السابعة في ذكرى مقتل إسحاق رابين، نشر مقال ينتقد محاولاته أثناء استلامه رئاسة حكومة الاحتلال الحديث مع الشهيد الراحل ياسر عرفات حينها، بدعوى أن الفلسطينيين لا يستحقون الحصول على أي فرصة لتحقيق السلام وبناء الدولة. هذا ويستمر التحريض ضد المؤسسات المناهضة للسياسة الإسرائيلية، فعبر صحيفة تيد نئمان يوجه صحفي نقدا لاذعا لمنظمة بيت سالم الحقوقية الإسرائيلية لخطواتهم الدولية أمام مجلس الأمن ضد السياسات الإسرائيلية تجاه أبناء شعبنا، معتبرا ذلك افتراء وكذبا وتشهيرا بإسرائيل. وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وصف عضو الكنيسة عن حزب الليكود أرون حزان على صفحته على فيسبوك مدير منظمة بيت سالم حجاي العاد بالغدار الذي يسعى إلى تدمير سمعة إسرائيل، ودعا إلى تسليمه إلى شرطة الاحتلال وزجه في السجن. هذا ونشرت عضو الكنيسة عن حزب الليكود عنات باركو عبر صفحته على فيسبوك نقدا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية إبقاء الطالبة لارا القاسم في إسرائيل للدراسة في الجامعة العبرية، وهي أمريكية من أصول فلسطينية عرفت بنشاطها في الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل BDS، وطلبت باركو المحكمة بتقديم تفسير لقرارها هذا، مدعية أن السماح لها باعتبار نشاطها جزءا من حرية التعبير يعني سلبا لحق الإسرائيليين العيش بكرامة. وفي حوار نشر على موقع القناة 20 مع السفير الإسرائيلي السابق في الكونغرس الأمريكي يورام أتنجر، يدعو فيه إلى إلغاء حق الوجود لأبناء شعبنا وإنكاره، ويدعي أنهم مهاجرون من دول مختلفة جاءوا لهذه الأرض مستنكرا لكل الحقوق الوطنية التي ناضل شعبنا لأجلها عقودا عدة وآمن بها بكل إيمانه وانتمائه. وعبر القناة ذاتها حرضت المذيعة في نشرتها ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، متهمة إياها بتربية الأطفال الفلسطينيين على العنف والقتل والتحريض على إسرائيل وكراهيتها. وعرضت القناة تقريرا يشرعن مسألة العقاب الجماعي والتعميم بضرورة قتل أبناء شعبنا وطرد عائلاتهم وهدم منازلهم. ميساء الأحمد، تلفزيون فلسطين. في بيروت نظمت مؤسسات الدراسات الفلسطينية ندوة سياسية بعنوان صفقة القرن والانحياز الأمريكي الفاضح لإسرائيل. المشاركون في هذه الندوة حذروا من المحاولات الأمريكية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا المشروع.
مؤسسة الدراسات الفلسطينية وفي سياق نشاطاتها الثقافية اختارت الجامعة الأمريكية في بيروت لتنظم ندوة بعنوان صفقة القرن والانحياز الأمريكي الفاضح لإسرائيل. الندوة فتحت النقاش مع عدد من المرجعيات الأكاديمية على حيثية الصفقة وسبل التصدي لها تحت وطأة الدعم الأمريكي الفاقع. لم تعد تدرج هذا الانحياز في سياسة مصالح ومواجهات إقليمية، كانت في الماضي أكثر اتساعا مما نشاهده اليوم أمام أعيننا. صحيح أن ملامح صفقة القرن باتت معروفة، لكنه صحيح أيضا أن شروط إعلانها لم تتوفر كاملا حتى اليوم، وقد أجل إعلانها غير مرة. المداخلة اعتبرت أن السياسات الأمريكية تتعامل مع الشرق الأوسط والعالم العربي من باب مكافحة الإرهاب والمصالح الاقتصادية، وقد دعت في هذا الإطار إلى حضور عربي أفعل في مواجهة صفقة القرن، محذرة مما وصفته ظروف بالغة التعقيد تحدق بالقضية الفلسطينية. فالمشروع الصهيوني مستمر على قدر وساق من ناحية سرقة الأرض في الضفة الغربية بعد أن اكتمل فيما يتعلق بالأرض في مناطق 48، وهم يخشون أن أي مسار سياسي قد يؤدي إلى التخلي عن أجزاء من الضفة الغربية لصالح السلطة الفلسطينية مهما كان حجم هذه الأرض. الندوة أقيمت بالشراكة مع معهد عصام فارس ومبادرة المساحة المشتركة، وعكست القلق المشروع على مستقبل القضية الفلسطينية، مشددة على أن الصفقة ليست تحصيل حاصل ما دامت فلسطين بقيادتها وشعبها يرفضونها. صفقة القرن وإن لم يتم الإعلان عنها فقد بدأت ملامحها تتمظهر، واللقاء في بيروت دعا المجتمع العربي الرحب إلى تفكر أكثر بالقضية العربية الفلسطينية. زين عبد الصمد، تلفزيون فلسطين، بيروت. على الساحة الدولية، فتحت السلطات الروسية تحقيقا فيما يشتبه أنه عمل إرهابي بعدما نفذ انتحاري تفجيرا في فرع الاستخبارات الروسية في مدينة أرخنغلسلند، مما أسفر عن مقتله وإصابة 3 موظفين بجروح. وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إن المعلومات الأولية تفيد أن الشخص الذي دخل إلى المبنى أخرج من حقيبته ظهر شيئا لم يحدد، انفجر بين يديه مما سبب له جروحا قاتلة. قتل 25 شخصا بتحطم مروحية تابعة للجيش الأفغاني تقل ضباطا في ولاية فارا الواقعة غرب أفغانستان. وقال مسؤولون أفغان إن المروحية تحطمت بعد وقت قصير على إقلاعها بسبب سوء الأحوال الجوية. هذا وأكد المسؤولون أن من بين الركاب نائب قائد فرقة المنطقة الغربية من أفغانستان ورئيس مجلس ولاية فارا. أعلن الجيش الأندونيسي أنه قد يكون حدد موقع هيكل الطائرة التي تحطمت في البحر الاثنين الماضي وعلى متنها 189 شخصا. وتجري السلطات عمليات البحث في مياه يتراوح عمقها بين 30 و40 مترا، في حين يستبعد احتمال العثور على ناجين، إلا أن تلك السلطات تأمل في العثور على الصندوقين الأسودين في مسعى لجمع مزيد من المعلومات عن حيثيات تحطم هذه الطائرة. كشفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن تهجير آلاف الجنود من أجل التصدي لقافلة تضم آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى في طريقهم إلى الولايات المتحدة عبر الحدود مع المكسيك. قال مسؤولون أمريكيون إن وزارة الدفاع ستنشر 7,000 جندي على الحدود مع المكسيك إذا دعت الحاجة. أكدت أن هذا العدد مبدئي ويمكن أن يزداد. واستأنفت قافلة من المهاجرين تضم نحو 2,000 شخص من أمريكا الوسطى التقدم في ولاية تشيباباس جنوب المكسيك بعد أن تمكنت من عبور النهر الفاصل بين غواتيمالا والمكسيك. بعيدا عن الأخبار المتعلقة بالسياسة والساحة الدولية، نذهب بكم إلى
عالم الاقتصاد والزميل عماد الرجب. عماد مساء الخير. مساء الخيرات والأنوار، أهلا بسلام وأمل. حياكم الله. نفت دائرة الجمارك في وزارة المالية والتخطيط أي زيادة في جمارك السيارات. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد لؤي حنش مدير عام المكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية والتخطيط. مرحبا بك. أهلا، مساء الخير. مساء الورد. يعني سيد حنش، هناك نفي من وزارة المالية بشكل قاطع بأنه لا رفع لنسبة الجمارك على السيارات، لكن اتحاد مستوردي السيارات يقول إن الرفع في النسب أو القيم أو ما تسمى بالتخمين. لماذا هذا التضارب؟ ما صحة الأنباء؟ تفضل. أولا مساء الخير إلى كل جميع السادة المشاهدين. ما يحدث في هذا الوقت من العام بحيث أنه في نهاية كل عام يتم تحضير البيانات الخاصة بالمستوردين المركبات سواء الجديدة أو المستعملة، حتى نقوم بتحديد الأسعار المتفق عليها ما بين الطرفين وتحديد نسب الاستهلاك وطرق الدفع التي تحددها وزارة المالية وبالأخص الإدارة العامة للجمارك. هذا فقط ما حدث، وتم صدور كتاب من قبل الإدارة العامة للجمارك يحدد فيه النقاط الأساسية التي تتم كل عام، وذلك بالتعاون مع الوزارات الشريكة وعلى رأسها وزارة المواصلات ووزارة الاقتصاد الوطني. طب أيضا اتحاد مستوردي السيارات يقول بأنه في اجتماعكم الأخير تم عرض أو عرضتم عليه كتاب بأن هناك رفع على قيم الجمارك. نهائيا لم يكن هنالك أي حديث عن رفع نسب الجمارك، ونسب الجمارك يعني حتى يتم رفع أي نسبة جمركية هنالك إجراءات قانونية يجب أن يمر من عبرها، ولا تقوم إدارة الجمارك أو وزارة المالية برفع النسب الجمركية على المركبات، وإنما يكون هنالك ما تم طلبه من مطالب وزارة المالية هو أن يلتزم الجميع بالقوانين من حيث التصريح الكامل عن قيم المركبات المستوردة من الخارج، أن يتم دفع الرسوم المتأتية على هذه المركبات ضمن قانون الجمارك وفي موعدها المحدد، وأن يلتزم جميع المستوردين بمسك وإدارة الدفاتر الحسابية حسب ما ينص عليه القانون فقط لا غير. نعم، هذه أيضا موضوع الزيادة هو موضوع مجلس وزرائي، يجب أن يمر قرار وزاري، ليس كذلك أيضا؟ أكيد يجب أن يعرض هناك لجان وزارية ولجنة وزارية اقتصادية يجب أن تصادق، ومن ثم يرفع إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه. سيد لؤي حنش مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية، شكرا جزيلا لك. إلى ذلك، ارتفع صافي التسهيلات الائتمانية المقدمة من المصارف العاملة في فلسطين خلال أيلول بنسبة 5.5% مقارنة مع ذات الشهر قبل عام، لتصل إلى قرابة 8 مليارات و73 مليون دولار. وأظهرت البيانات أن تسهيلات القروض بلغت قرابة 6 مليارات و821 مليون دولار بارتفاع مقداره 9%، فيما انخفضت تسهيلات الجاري مدين بنسبة 11% إلى حوالي 1.180 مليار دولار. هذا وارتفع تأجير التمويلي بنسبة 32% إلى قرابة 72 مليون دولار. أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن الرقم القياسي لأسعار المنتج سجل ارتفاعا طفيفا نسبته 10% خلال أيلول الماضي مقارنة مع سابقه شهر آب. وأوضح أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة محليا شهد ارتفاعا بنسبة 13%، بينما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا من الإنتاج المحلي ارتفاعا طفيفا بنسبة 10%. إلى ذلك، انخفضت أسعار الذهب نتيجة ارتفاع الدولار، وبلغت أونصة الذهب في المعاملات الفورية حوالي 1215 دولارا للأونصة بعدما لامست بداية الأسبوع الجاري مستوى 1243 دولارا. نهاية الموجز. الآن عودة للزملاء والمزيد من الأخبار. شكرا. شكرا.
يمثل التراث الفلسطيني المخزون التاريخي لشعبنا وهويته الوطنية، ومن هنا جاءت فكرة مسابقة الأغنية الشعبية التي نظمتها وزارة الثقافة في سلفيت بتعاون مع مديرية التربية والتعليم، حيث قدم الطلبة وصلات غنائية من الموروث الشعبي والوطني. مسابقة بعنوان مركب من ثلاثية الأرض والتراث والأغاني الشعبية انطلقت في سلفيت، حيث قدم عدد من الطلبة وصلات غنائية عبرت عن أصالة موروثنا الفلسطيني وما يمثله من مخزون وطني للأجيال القادمة. احنا اليوم فعاليتنا تتركز على التراث الشفوي، لهيك عندنا مسابقة للأغنية الشعبية، واستهدفنا هاي المسابقة في الجيل الصغير، جيل الأطفال، من أجل إن هدول الأطفال يحملوا رسالة التراث الفلسطيني للأجيال القادمة. دعم ومؤازرة حصل عليها الطلبة من مدارسهم ومعلميهم راعت مواهبهم وصقلتها بالشكل الصحيح، ما ميز أدائهم في استحضار صورة حية عن تراثنا الفلسطيني والأغاني الشعبية، فحملت كلماتهم أملاً وصموداً وإصراراً على الحياة والتحدي في وجه المحتل. اليوم احنا هون في للتعبير عن تراثنا، عن موروثنا باطفالنا، زهراتنا واشبالنا، اللي خصوصا واحنا في هذا الشهر نستذكر الخالد فينا ياسر عرفات الذي تحدث عنهم، ان لابد ان ياتي اليوم يرفع علم فلسطين زهره او شبل في اسوار القدس ومآذنها وكنائسها، يعني بمعيه عطوفه المحافظ. ايضا كان هناك لنا زيارات اخرى لبيوت اسرى وعدد من الفعاليات. نستهدف في يوم التراث الفلسطيني الأطفال ناقلي الرسالة إلى المستقبل، إنما نؤكد في اليوم التراث والأغنية التراثية بأن الشعب الفلسطيني شعب متجذر في هذه الأرض، له تراثه وعريق في هذه الأرض، نؤكد على الثبات في هذه الأرض باستهداف الأطفال حاملي رسالة المستقبل. لوحات فنية قدمها طلبة محافظة سلفيت تجلت فيها دقة الأداء وروعة الإتقان، وامتزج فيها الحاضر بالماضي ليعكس صدق موهبتهم وتعبر عن مكنونات أنفسهم. غنوا لوطنهم وحريتهم وأحلامهم ولمستقبل يرجون أن يحمل لهم كل أمان السعادة. من مدينة سلفيت، محمد شتي، تلفزيون فلسطين. الآن سيدات وسادتي نذهب بكم إلى الموجز الاقتصادي، وكالعادة مع الزميلة كيان الصيفي. الرياضي ليس الاقتصادي، الرياضي. إليك كيان. مساء الخير سلام، مساء الخير أمل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. تواصل الاستعدادات لإنجاح استضافة فلسطين للتصفيات الأسيوية النسوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، ومن المقرر أن تصل الوفود المشاركة في تصفيات المجموعة الرابعة والتي تضم فلسطين والأردن وأندونيسيا وجزر المالديف إلى فلسطين يوم الثلاثاء القادم، وتنطلق المباريات يوم الخميس 8 تشرين وتستمر حتى 13 من الشهر ذاته. أعلن ريال مدريد تشخيص حالة نجمه البرازيلي مارسيلو دا سيلفا بعد إصابته خلال الكلاسيكو ب5-1 أمام برشلونة. وقال الريال في بيان عبر موقعه الرسمي إن مارسيلو يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيمن دون أن يحدد مدة غياب اللاعب، لكن إذاعة كادينا كوبي الإسبانية ذكرت أن البرازيلي عانى من الإصابة نفسها في 18 شباط الماضي أمام ريال بيتيس، وبذلك تأكد غياب مارسيلو عن عدة مباريات أهمها سيلتا فيغو وماليلا. يواجه البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان عقوبة محتملة بالسجن على خلفية قضية انتقاله لبرشلونة عام 2013 قادما من سانتوس. وقالت صحيفة ميرر البريطانية إن المحكمة الوطنية في كاتالونيا قررت إحالة القضية إلى الدائرة الجنائية حيث سينظرها 3 قضاة. ولفتت الصحيفة إلى أنه في حال إدانة نيمار فقد يعاقب بالسجن من 4-6 سنوات بتهمة الاحتيال. وأكد صندوق الاستثمار البرازيلي
البرازيلي الذي كان يحق له تقاضي 40% من القيمة المالية لصفقة انتقال نيمار للنادي الكتالوني أنه تعرض للاحتيال، ولفت إلى أن المبلغ الرسمي الذي تم ذكره في عقد اللاعب مع برشلونة أقل بكثير من القيمة الحقيقية للصفقة. قرر الإسباني رافائيل نادال الانسحاب من بطولة باريس للأساتذة بسبب الإصابة ليفسح المجال أمام الصربي نوفاك ديوغوفيتش لصدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى منذ عامين. وانسحب نادال قبل فترة وجيزة من انطلاق لقائه مع مواطنه فرناندو فيرداسكو بالدور الثاني للبطولة ليتخلى عن صدارة التصنيف. وسيعود ديوغوفيتش إلى صدارة التصنيف العالمي رسميا للمرة الأولى منذ تشرين الأول أكتوبر 2016 عندما يتم إصدار التصنيف الأسبوعي الجديد للاعبين المحترفين الأسبوع المقبل. نهاية جولة الرياضية لهذه الليلة، شكرا للمتابعة، عودة إلى سلام وأمل. شكرا كيان. شكل من أشكال اللوحات التعبيرية صنعتها أنامل الرسامة شيماء دلول، حيث استعانت بأشعة الشمس وألوان الطبيعة لتضفي مناظر وألوانا حية على رسوماتها. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. لوحات أضافت للفن التعبيري لمسة جمالية جديدة، فهذه ليست صورا وإنما رسومات خضعت للريشة والألوان، نسجتها شيماء وصاغت حكاياتها لتترك أثرا على النفس والعين. الموهبة عندي من وأنا صغيرة، وكنت أرسم في المدرسة وزي أي حدا برسم عادي، بس رسمتي كانت مميزة وأهلي بالنسبة لهم شافوها يعني مميزة، وبابا شجعني كتير وقال لي إنه لازم أستمر ورسماتي مختلفة. أي إشي مميز بيلفت نظري وأنا بحب أرسمه، يعني ما في عندي موضوع معين إني خلص بحب أتثبت فيه أو بحب يعني أرسم كل حاجة. ورغم أن بداية شيماء حديثة العهد، إلا أنها استطاعت أن تجذب المهتمين وعيون الصحفيين إلى أعمالها الفنية التي تحلم أن تصل إلى كل هوية في العالم. ابتدعت طريقة للرسم بإدخال أشعة الشمس المضيئة وألوان الطبيعة الخلابة بين فراغات لوحاتها لتصنع هذا التميز. أنا رسمتهم على يعني تقنيات بسيطة من عندي، وما كنتش يعني صراحة فاكرة إنه الناس تحب الفكرة، فرسمتهم وفرغتهم وجيت هنا صورتهم طبعا على البحر وقت الغروب، والناس نزلتهم عندي على صفحتي على الانستغرام وعلى الفيس، والناس كتير حبوهم، وان شاء الله لقدام فيهم حفرغ اكتر، وحابة اني اشتغل لوحة كبيرة بالتفريغ. هو ضرب جديد من ضروب الفن اختارته شيماء في محاولة لإزالة الغمام عن بعض المواهب المدفونة التي تقلب الصورة وتعطي الوجه الآخر للحياة في غزة. إحنا أكتر يعني أكتر إشي بنحبه في غزة عندنا اللي هو البحر طبعا، وحابة أرسم بالتطريز أشكال كتير عجبتني، الفكرة عجبتني، هو حلمي إني أعمل لوحة كبيرة للتفريغ يعني حجم كبير، وبرضو أعرضها برضو على نفس المكان البحر بس إنها تكون بجودة أفضل وبجودة أكبر. فنانة ناشئة ابتدعت تقنية جديدة في الرسم لتكتشف من خلالها موهبة اختلجت بين أناملها وفي مخيلتها، لتتداخل أشعة الشمس بين لوحاتها صانعة سحرا وإبداعا فائقين. من على شاطئ بحر غزة، سالي السكني، تلفزيون فلسطين. إذن مشاهدينا، أجواء خريفية لطيفة، والتفاصيل مع الزميلة ناتالي أرنتيسي. أهلا ناتالي. مساء الخير أمل. مساء الخير سلام. شكرا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة خلال اليومين القادمين حول إلى أقل بقليل من معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الأجواء نهارا خريفية لطيفة مائلة إلى البرودة خاصة في المناطق الجبلية، بينما تكون باردة نسبيا إلى باردة في ساعة الليل، وتكون الرياح شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبات قوية أحيانا، وتعمل على زيادة الإحساس بالبرودة خاصة ليلا. أما
أما يومي السبت والأحد فتنخفض درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية العامة بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الأجواء خريفية وغالبا مستقرة في أغلب مناطق البلاد. أما الآن ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد في بعض المدن الفلسطينية، حيث سنبدأ من العاصمة القدس المحتلة، فمن المتوقع أن تسجل 24 درجة مئوية. ننتقل إلى رام الله 23، أما نابلس 25، جنين وطوباس 29، طولكرم 30، قلقيلية أيضا 30 درجة مئوية، أما سلفيت 24، أريحة 34، بيت لحم 24، الخليل 23. والآن ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى المحافظات الجنوبية، ونبدأها من غزة 29، دير البلح 30، خان يونس 29، وأخيرا رفح 30. ومن درجات الحرارة في محافظات الوطن إلى بعض العواصم العربية والعالمية. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية النشرة الجوية، والآن عودة للزملاء سلام وأمل. شكرا ناتالي. إذن مشاهدينا قبيل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. السيد الرئيس يستقبل وزير الشؤون الخارجية العماني ويتسلم رسالة من أخيه السلطان قابوس. سلطات الاحتلال تواصل منع مشاريع الترميم والصيانة في المسجد الأقصى ومحيطه. منذ 56 يوما الأسيرات يواصلن رفض الخروج للفورة، ومصلحة السجون تهدد بالحرمان من الزيارة. وفي نشرة التاسعة تحدثنا عن فنانة من غزة تستعين بأشعة الشمس وألوان الطبيعة في رسوماتها. تفضل. في ختام نشرة أطيب المنى ولقاء إخباري قادم يأتيكم عند انتصاف الليل لحينه. إلى اللقاء. إلى اللقاء.